تظاهر المئات من مؤيدي الناشط الهندي آنا هزاري في عدد من المدن الهندية دعما له في مسيرته ضد الفساد المستشري في الهند. وبدأ الناشط الهندي إضرابه العلني عن الطعام أمس الجمعة لمدة تصل إلى 15 يوما احتجاجا على الفساد، وذلك فور إطلاق سراحه من سجن تيهار الذي اعتقل فيه لبضعة أيام. ويعتبر الكثير من الهنود هزاري رمزا وطنيا في مكافحة الفساد والدفاع عن قضايا الشعب الهندي، وخصوصا الطبقة المتوسطة الممتعضة من ثقافة الرشوة والفساد المنتشرة في المؤسسات الحكومية الهندية. ويطالب الناشط الهندي بتشديد مشروع قانون مطروح في البرلمان يستثني رئيس الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة من الملاحقة القضائية بشبهة الفساد.